بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس التربية الإسلامية لطلاب الصف العاشر، وعنوانه الحج والعمرة 2. ويتوقع من الطلبة بعد نهاية الدرس أن يكونوا قادرين على تحقيق الأهداف الآتية: بيان أنواع الإحرام بالحج، توضيح أركان الحج وواجباته وسننه، التعرف إلى أعمال اليوم 18 والعاشر من ذي الحجة، تعداد أعمال أيام التشريق، أداء مناسك الحج بإتقان. أعمال الحج 3 أقسام: أركان وواجبات ومسنونات. الأركان وهي التي لا يتم الحج إلا بها ويبطل بدونها. 2. الواجبات وهي التي يختل الحج بدونها ولا يبطل وتجبر بالفدية. 3. المسنونات وهي التي يستحب القيام بها ولا يأثم الحاج بتركها ولا فدية عليه. أعمال الحج أركان واجبات مسنونات. أعمال الحج، أعمال الحج بشكل مرتب وبمناسك مرتبة على الوجه الذي سنذكره. للحج أعمال متعددة، ومن أهمها ما يأتي: أولا الإحرام، وهو من أركان الحج ويعني نية الدخول في النسك، ودونه لا ينعقد الحج، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونية الإحرام تختلف باختلاف نوع الحج، فهو إما أن ينوي حج التمتع أو القران أو الإفراد. وهذه 3 أنواع للحج. فالإحرام هو نية وقصد الدخول في مناسك الحج أو في مناسك العمرة، ونحن نتكلم هنا عن الحج. فالنية لابد أن تكون على 3 أو على 1 من الصور الـ3: إما أن تكون حج التمتع وسنعرف معناه، أو القران أو الإفراد وسنعرف معناها جميعا. حج التمتع هو صورته يعني أن يحرم بالعمرة من الميقات، وبعد الانتهاء منها والتحلل، يعني يؤدي مناسك العمرة كاملة، وبعد التحلل منها يبقى في مكة إلى يوم 8 من ذي الحجة، وهو يوم التروية، حيث يحرم منها للحج، يحرم في اليوم 8 بالحج، ينتهي من العمرة ويتمتع ويتحلل ثم يحرم بالحج. أما حج القران فهو أن يقرن، يعني أن يجمع بين أمرين، أن يجمع بين العمرة والحج، أن ينوي جمع الحج والعمرة فيقول: لبيك اللهم حجا قارنا، ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، ولا يتحلل حتى يتم حجه. هذا هو إيش؟ هذا هو ماذا؟ هذا هو حج القران. أما النوع الثالث هو حج الإفراد أو المفرد، فهو أن ينوي القيام بأعمال الحج وحدها دون إقرانها بعمرة، فيقول: لبيك اللهم حجا، ويلزم حج التمتع والقران أن يذبح هديا، أما المفرد فلا ذبح عليه. إذن هذا هو أول أعمال الحج، هو الإحرام. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل وينظف جسمه من الروائح، وأن يقص شعره ويقلم أظافره، وأن يتجرد من الملابس المخيطة، وأن ولا يلبس الإزار والرداء، ويصلي ركعتين، وبعد إحرامه يحظر عليه فعل ما يأتي. محظورات الإحرام: حلق شعر الرأس أو الجسم، تقليم الأظافر، لبس المخيط للرجال، التطيب، الجماع ومقدماته، تغطية الوجه ولبس القفازين للنساء،
صيد البر، كل هذه السبعه من محظورات الاحرام. ويشترط مع الاحرام التلبيه بان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، وهي من واجبات الحج، ويستحب الاكثار منها ما دام محرما، سواء كان قائما او قاعدا او راكبا او ماشيا، ولا تنقطع الا عند رمي جمره العقبه الكبرى. يوم الترويه وهو اليوم الثامن من ذي الحجه معناه سمي بهذا لان الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكه ويخرجون به الى منى. فلماذا سمي يوم الترويه بهذا الاسم؟ لان الناس كانوا يرتوون من الماء في مكه ويخرجون به الى منى، ياخذون معهم الماء بعد ان يرتووا، لان يعني الطريق يعني في بدايه المناسك وفيه مشقه وعطش، فكانوا يرتوون لذلك. ثانيا من اعمال الحج طواف القدوم، ويقوم به الحاج عند قدومه مكة ودخوله المسجد الحرام تحية للبيت، وهو سنة من تركه فحجه صحيح ولا إثم عليه، وهذا الطواف خاص بالحاج القارن والمفرد، ويعني أن يطوف طواف القدوم حول البيت سبعة أشواط، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي به. ويشترط لصحة الطواف أمورا، وهي الطهارة وستر العورة والموالاة بين الأشواط، فلا يفرق بينها تفريقا طويلا. فطواف القدوم هو مثل تحية المسجد، فتحية البيت الحرام الطواف، وتحية بقية المساجد ماذا؟ تحية بقية المساجد ماذا؟ صلاة ركعتين السنة التحية للمسجد. ثالثا من أعمال الحج السعي بين الصفا والمروة، وهما جبلان في مكة، ويسعى حول الكعبة ويسعى بينهما الحاج في سبعة أشواط، ويعد من أركان الحج، ويعني أن يقوم الحاج سعي سبعة أشواط كاملة، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث سعى بينهما في حجه، وقال عليه السلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رابعا من أعمال الحج الوقوف بعرفة، وهو أعظم أركان الحج، لقوله عليه السلام الحج عرفة، وهو في يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يتوجه الحاج من منى إلى عرفات، وهو جبل عظيم، ويصلي فيه الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، وجمع التقديم يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وقصر أن يصلي صلاة الظهر ركعتين ويصلي صلاة العصر ركعتين جمعا بينهما مقدما أي في وقت الظهر، ويبقى فيها مشغلا بالدعاء والذكر إلى غروب الشمس. خامسا من أعمال الحج الإفاضة إلى مزدلفة، وهو من واجبات الحج، فإذا غربت الشمس أفاض الحاج من عرفات إلى مزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر، جمع التأخير أي يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، والقصر يصلي المغرب ثلاثة كما هي لأنها ليست رباعية، ويصلي العشاء ركعتين، ويسن له أن يصلي الفجر فيها ويذكر الله عند المشعر الحرام، ثم يدفع إلى منى في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر، ويقوم فيها برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ثم يذبح هديه ويحلق أو يقصر، يحلق حلقا تاما أو يقصر يأخذ شيئا من شعره، وبهذا يتحلل من إحرامه ويفعل ما كان محظورا عليه إلا النساء، فلا يجامع النساء، ويسمى هذا التحلل الأصغر. سادسا طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، يعد من أركان الحج، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، حيث يطوف الحاج سبعة أشواط كاملة، وبعد الانتهاء منها
يحل للحاج كل محظور بما في ذلك إتيان النساء، ويسمى هذا التحلل الأكبر. سابعا من أعمال الحج المبيت في منى أيام التشريق يومين أو ثلاثة، ويعد هذا المبيت من واجبات الحج، حيث يقوم الحاج برمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى كل واحدة بسبع حصيات بعد الزوال، وذلك في يومين أو ثلاثة، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثامنا طواف الوداع، ويعد من واجبات الحج لفعله عليه السلام، حيث طاف بالبيت سبعة أشواط حين انتهى من أعمال الحج وأراد الخروج من مكة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع من واجبات الحج، وهو يودع به الحاج مناسك الحج. كتب الله لنا ولكم إن شاء الله حج بيته الحرام. طلابنا الأعزاء، قد انتهينا من الدرس الخامس عشر، وتحدثنا في الدرس الرابع عشر والخامس عشر، تحدثنا فيهما عن الحج والعمرة، فلا بد لنا أن نرجع إليهما وأن نستمع إلى الدرسين. وإذا أردنا الاستفادة فهناك الكثير من الفيديوهات التوضيحية على شبكة اليوتيوب، فمن أراد أن يستزيد وأن ينظر وأن يعرف التفاصيل لهذه المناسك فليرجع إن شاء الله يجد الفائدة. وفي نهاية هذا الدرس أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم حج بيته الحرام، وأن يوفقنا لكل عمل نافع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.